حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وحيال هذا أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن النتائج الإيجابية لتدابير الوقاية من الوباء في الصين تتجلى في الانتعاش الاقتصادي أولا. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثاني كان نقطة مضيئة للعالم، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية. كما أفادت فوكس نيوز أن الصين تبنت إجراءات قوية لمكافحة الوباء، وبالتالي فإن الانتعاش الاقتصادي عندها أسرع من الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وقال محللو السوق في مدينة لندن إن البيانات الاقتصادية في الصين جلبت تألقا نادرا للاقتصاد العالمي. كان الأداء العام للاقتصاد الصيني مذهلا، يعتبر النمو بنسبة 3.2% مرتفعا للغاية. أعتقد أن هذا أقوى نمو للربع السنوي في الاقتصاد العالمي خلال فترة الوباء.